على فكرة هو اللي كان بيشتتني قاعد يرغي ويقول بطل حمرك يا بطل. وبقاعد بيضة. طب سيبنا ركز، ما عادش في وقت نجيب حاجة. انت نكدي، انت صاحب الكرة؟ ده انت مطرود وشوية هتموت. يمين محدش يسمع له حاجة. يمين يا يمين يا بت يمين يمين، لا يبقى يمين طلاقك يمين. ايه يا بنت الجدعنه دي؟ جدعنه ايه؟ انا اصلا كنت داخله لزو عشان الكره ما تجيش فيه فتعجل. ومالك بس جدع؟ هنموت بس هنموت بشرف. انا عاوز اعيش كلبي، عاوز اعيش بالجذبه القديمه بس اعيش. يا خاله يا عوض ودوني الورشه، احب على نفسي. طلعني من هنا، ماني مخطوف زي زيك. اما العمده ايه؟ ما تعرفش حد في التامينات؟ احب على يدك اي مصلحه. انت عايز تقولي ايه يا بنت؟ بتخرفي. يا سوادك يا مربوحه، يا اللي دخلت دنيا بقى لك 3 ايام وهتخرجي منها فجاه. اقول للناس ايه؟ ناس مين اللي هتقولي لهم؟ ابويا وامي في التربه. استهدي بالله، استهدي بالله. شوف يا مربوح، بما انه هنموتوا خلاص خلاص عاد حاول يعترف لك اعترافين كده، لانه خلاص. ايه كبير اللابتوب انا كنت ناسيه مفتوح في الدوار، وبيدخل على الصفحه واعمل كلير هيستوري، امسح كل حاجه. لا انا ظهري مكسوم نصين ما قدرتش امسح حاجه. لا خلاص انسى الموضوع ده. وحاجه ثانيه، خبرة 30 فدان منجا بتوعي حق الله جولي اللي فيهم 10. خلاص انا رجعهم له. لا انا بقول لك عشان تقسميهم على العيال. يعني بتوصيني على ايه؟ انا هموت معك هنا. ايوه صح. كل ده مش مهم يا كبير، المهم اني هموت جار ويدي في يدك. جبت بادة، جبت بادة. احذفها احذفها ونزلني. استنى، ما ينفعش انا وهو ننزل نفس البادة. هي بصفرين يا بنت، بصفرين. بقول لك ايه، هجيب لك بيضه، هجيب لك بيضه. هو فاضل قد ايه؟ 20 ثانيه. يو يا هنا من يعيش اهو.